كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ كيف أموركم؟ طمني عنكم. اسمعوا اليوم هذا الفيديو جدي وأنا حالياً معصبة لأنه مبارح نزلت أغنيتي أنا وزغلول اللي هي إيش اسمها؟ اللي هي راحت عليك عمل لدس على أحمد. أحمد يا جماعة جاب العيد، عمل تحدي أو مع ناجي وهو بعرف إنه هذا التحدي زغلول. سو ما بصير يخون صاحبه ويروح يعمل هذا التحدي مع زغلول، وهذا اللي صار. عشان هيك عم ندس انا زغلول اجى صار يحكي لي يا صبا هيك 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 صار هذا التحدي الي، ومره ماهركو عمله مع ناجي والمره الثانيه احمد عمله مع ناجي برضه، وهو يا حرام حس حاله انه عم يتم خيانته فعليا، لانه لما يكون في اشي الك انت ما بزبط ابدا انك تاخده وتمتلكه وهو مو الك، صح ولا لا؟ وزغلول بيعتبر احمد انه هو اعز اصحابه. يعمل معاه زي هيك، راح صور مع ناجي تحدي اوف زغلول. زغلول اشي طبيعي انه يعصب. اجى عندي قال لي يا بنت 1 2 3 بدنا نعمل دس على احمد لانه عمل فيه 1 2 3، وانا ضد الظلم. ما بصير ما بصير الواحد يظلم، مستيك بيج 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 مستيك. فانا وقفت مع زغلول، مش ضد احمد، ضد التصرف اللي صار انه احمد عمل تحدي مع زغلول. فرح اورجيكم هلا انا ايش بس حكيت بالاغنيه. كلماتي بسيطه، فيرس تبعي سهل وما في ولا اي مشكله. وانتوا يا جماعه اكتبوا لي بالتعليقات هل انتم مع الظلم او لا. وقبل ما اورجيكم الاغنيه كلهم اتهموني بالخيانه، احمد يحكي لي وابصر مين، والناس الفانز تبعون احمد كلهم قلبوا عليه. هلا بورجيكم عملوا تصاميم فيديوهات، رح اورجيكم هلا فيديو شوفوا. تتذكر لما كنا فالمهم يا جماعة هذا جزء بسيط من فيديوهات اللي مبارح وصلتني انه انت كيف بتخوني احمد وابصر شو، وكومنتس تجيني انه احنا كرهناكي وانا مش فاهمة ايش تصفي مع زغلول. رح اورجيكم كل اشي هلا قدامكم، بس هلا رح اشغل الاغنية ونشوف انه جد اللي عملته اشي عادي. اوكي بحجرة بعد هذا الدس عطاطش خلي معك مطرة، اللي عوجك بالشعر امسح الغبرة، تعمل تحدي او راح اعطيك الجزرة. يا جماعة فعليا لهلا كل اشي حكاه زغلول صح. يعني زلمة منطقي وقاعد عم بهبت فيه بطريقة مرتبة عادية، ما فيها ما عم بأذي ليه، لأنه هو عمل تحدي او مع ناجي فعمل هذا الدس، فاشي طبيعي يعمل هيك، وهذا اقل اشي ممكن يعمله صراحة زغلول صح؟ بهذا الفيرس بيحكي رح اعطيك الجزرة، واللي هو اغنية احمد اللي هو لا توجه لي راس خد جزرة، فهو استغل واخذ هذا الفيرس. فحبيت صراحة هاي جدا نقطة ذكية باي ذا واي. اسمع وتعلم كيف الراب راس القرنبيط، لولا فعوري ما بتعرف تمشي على البيت. احكي لكم سر، رح اخونك شوية زغلول، صراحة الاغنية كتبها فعوري ربنا الله. لولا فعوري ما بتعرف تمشي على البيت. بس زغلول هيك راح عنده معصب يحكي له اسمع احمد عمل 1 2 3 بدنا نعمل دس عليه، ففعوري طلع له هاي الماستر بيس. بس يعني صراحه حلوه، يعني ربنا الله ربنا الله. يا جماعه جد اللي بسمعها هي الاغنيه هيك هيك هايب، فاهمين؟ وجو هيك حلو عالي، فهي مش قصه احنا كنا اصحاب، بس اللي بدا بهذا الاشي هو احمد، هو المفروض يتحمل نتيجه غلطه. ارمي حالك من بلكونه، نسك بلحيه نشيط طبعته على كرتونه. حتى نشيط لعب الدس لانه عمل كوبي لاحمد نشيط، عمل له كوبي على كرتونه عشان اللحيه. فحتى احمد طالع بالدس هون، فيعني عاملين احنا عاملين اجواء ناريه، يعني انتم خذوا هذا الاشي من منظور اخر، انه الاغنيه حلوه فيها احاسيس ومشاعر وبتعبر عن شيء معين دس. تسمعني بغني اردافك بتهزها، بعد هذا الدس ما بدي اسمع حسك، عشان اعلمك تبعد عن تحدي هو يبسها، جبت لك صباهيه كمان حدسها. لكم ليش كمان زغلول خلاني اجيب هذا الدس؟ احمد كثير انا وياه صحبه، كمان الشغل مواضيع الشغل وهي الشغلات انا دائما موجوده، فكان لازم انا اتدخل واحكي له انه خلص احمد خلي التحديات لناسها وانت خليك على الهبل، ليش تروح تعمل تحدي مع ناجي؟ انا مو فاهمه. يا جماعة اشي يعني غريب 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 غريب. وهلا رح اسمعكم مقطعي قديه مقطعي ما فيه ولا اي اشي. اسمع الفيرست تبعي. ابرب ليش تغدر زغلول تعمل تحدي او شكلك ما تعلمتش من دس وعماهلكو، ابرب ليش تغدر زغلول تعمل تحدي
في اسهل من هيك. حكيت له انت ليش تغدر زغلول وتعمل تحدي اور؟ ما تعلمت من اللي عمله في ماهر لما عمل التحدي مع ناجي؟ بس اما شو السوشيال ميديا امبارح ما خلت هند على الانستغرام الادتس اللي ورجتكم اياها زي هاد، ولا الكومنتات اللي بتحكي لي انت ليش بتخوني احمد وما بيصير هيك وخيانه، ابصر شو عملوها قصه طويله عريضه. بس اورجيكم هون شوف شو كاتبين. ما توقعنا تكوني بصف زغلول يا جماعه، انا بصف الحق. احمد غلط خلص لازم نروح ونوقف ضد هذا الظلم اللي صار. زغلول مقهور يا جماعه، مقهور، احنا لازم نوقف معه. انا مو ضد احمد، وانا صراحه هلا محايده لا بصف زغلول ولا بصف احمد. انا مقطعي سهل بسيط، مش معناته خنته وعملت له مشاكل. هذا الاشي لازم تفهموه يا جماعه. انا بس حبيت اورجيكم واطلع لكم بفيديو افهمكم وجهه نظري. الناس كلها مالها ظلمتني، ظلمتني الناس مالها. يعني والله انه الاغنيه حلوه، حتى احمد نفسه يعني كاتب كومنت على الاغنيه انه الاغنيه جد رهيبه. هذا دليل على انه احنا صرنا اصحاب وحبايب ونحب بعض وعادي ما في مشاكل، اوكي؟ فبس احكي لكم يا جماعه احنا عيله مع بعضينا، ما في اي مشاكل. حتى علاقتي مع احمد علاقه جدا وديه، ما فيها اي مشكلة. علاقتي مع احمد يا جماعه علاقه وديه، ما في اي. انت مش لازم تكوني هون، انت خاينه. هيك كويس؟ تفتح الباب عادي. شو بتسوي هون؟ مين سمح لك تسوي هون؟ انت خاينتني يا عم بدس علي. فيا جماعه احنا كثير انا واحمد علاقتنا جدا منيحه وما في اي مشاكل حتى بصف. شو بتسوي هون؟ انت خلاص. اوه ماي جاد. خلاص فات الباب. خطايا يا جماعة شفتوا؟ شو بتسوي هون يا خاينة؟ مش بتعمل علي دس يا خاينة؟ أنا ما عملت دس، هو اللي عمل دس. خاينة خلاص يا صبا جعت خلاص. المهم يا جماعة شفتوا علاقتنا قد ايه منيحة، ما في مشاكل، صح أحمد؟ ما توقعتهاش منك يا جماعه. طبعا هذا كله اللي شفتوه مزح ضحك مسخره، ما في شيء جدي، علاقتنا وحده كثير تمام. المهم يا جماعه روحوا احضروا الاغنيه، هي تحت الديسكربشن احط لكم اياها، وبالله احكوا لي اذا هي حلوه ولا مو حلوه، واحكوا لي هل احمد عادي انه يعمل تحدي مش له مع حد ثاني؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات، واعملوا لي سبسكرايب ولايك لهذا الفيديو عشان انا تعبت، تعبت من الناس اللي ضلت تسمع فيها حكي وتحكي لي انت خاينه، انا مو خاينه يا جماعه. بحبكم، بتحبوني، بعمل فيديوهات وما علينا، وهذا الدس ما ببين ايش حقيقتي، اوكي؟ بشوفكم على الفيديو الجاي، يلا باي.